السلام عليكم. هذا النهار عندنا 9 ديال الهكتارات قريبه لفاس وقريبه لمدينه صفرو. تبارك الله ما شاء الله فيها المال كافي بالنسبه للغرس، فيها النص مزروع بالتفاح والنص مزروع بحب الملوك، دايره بالصور ودايره بالزيتون كامله، اشجار الزيتون عاد باش دايره كامله. بالنسبه للوريقات ديالها محفظين، فيها فيلا وفيها مسبح. فيها مسبح كما قلنا، وفيها ملعب ديال الباسكيت، فيها دار ديال كما كتشوفوا الانتراج ديال الفيلا، جات وسط الضيعات الفلاحيه. وقلنا فيها دار ديال الاساس، فيها مسبح، فيها ملعب الباسكيت، فيها فيلا رائعه مجهزه تركيه تبارك الله، دايره بالغازو، فيها استابل ديال الخيول، وفي مجهزه بالطاقه الشمسيه وبالكوتاكوت. الضيعه الفلاحيه معروفه تبارك الله، وتقريبا هي المشكوره ما بين ضيعات فلاحيه اخرى اللي في الاطلس الصغير تبارك الله ما شاء الله. ها انتما كما كتشوفوا راه دايره بالزيتون، الغرس هو هذا مازال صغير، يلا بدا كيعطي الغله. كما قلنا النص مزروع بحب الملوك والنص مزروع بالتفاح، وكاين عاود اشجار اخرى متنوعه بحال الرمان بحال الخوخ جريده ديال الدار. السعود ديال الهكتارات 9 هكتارات مجهزه 100% كل شيء. كما كتشوفوا الجهه الاخرى فيها عاود فيرماس جيران ضيعات فلاحيه اخرى، ومن الجهه من التحت وسط الضيعات الفلاحيه الامان تبارك الله. اللهم بارك، شوف البصان ديال المال موجود والكافي. العوار الله يجعل شي بركة. ها ديال الدواء هذا ديال الدواء وديال السقام. كل واحد جينا نخدمو ولا بالنسبة لجواز ديال الطول.
ديال الدواء. هادي الشواشة يا سيدي سمح لنا بزاف مالي كما كتشوفوا هذا المدخل ديال الفيرما مجهزه بالمعدات الفلاحيه كامله، تراكتور شاريو كل شيء. هذه الطاقه الشمسيه اللي راه باينه لكم، هذا اسطبل الخيول، والفيلا هي هذه. انتم المسبح هو هذا، دايره بالغازو كما كتشوفوا. تبارك الله، هذا راه الصيف والدنيا مخضره كما قلنا، راه الخريف هذا راه هاد الخضوريات تبارك الله ما تلقاها غير في الضيعه الفلاحيه هذه. ما شاء الله، اللهم بارك. صح، هذيك اللي بغيت من اروع واجمل الضيعات الفلاحيه نواحي مدينه صفر. هذا المدخل الرئيسي ديال الفيلا اللي كيخرج للابيسين. عندنا المدخل الرئيسي واحد اخر كما كتشوفوا انتم من الداخل، تجهيزات اللهم بارك. ما شاء الله، فيلا من الطراز العالي. انا
كما كتشوفوا هادي لي شومبر، هادو بيوت النعاس، كلهم كيطلعوا على كلهم كيطلعوا على الطبيعة. فيلا في غاية الروعة تبارك الله، في غاية الروعة والجمال. جاهزين بالحمامات ديالهم بدوش. الناس كتسنت يا خويا هادي ديال الدراري عاود ثلاثة الدراري فوتو ديالهم كراسي كي دايرين